هكذا ستعمل بي بيور انترناشنال لوضع قواعد دولية لمعالجة جذور أخطر النزاعات في العالم. علينا أن ندرك أن دوامة القتل والتدمير ستصل إلى جميع شعوب العالم إذا لم نعالجها بطريقة جديدة. المخاطر تمتد من أجيال أكثر شراسة من الإرهابيين إلى الهجرة الجماعية إلى صعود المد اليمين المتطرف. المشكلة ليست فقط في الأنظمة المارقة والمتطرفين، هناك أيضا الأخطاء الكارثية التي ترتكبها القوى العظمى. ربما علينا أن نتقبل أن حتى بعض المتطرفين كانوا في البداية ضحايا. جذور الأسباب تكمن غالبا في الاستخدام السياسي للدين، وهناك حاجة ملحة إلى قواعد فعالة وواضحة لمعالجتها. نعم، كانت هناك محاولات كثيرة على مدى مئات السنين، لكن جميعها كانت تصادمية ومثيرة للجدل. بي بيور انترناشنال تسعى لوضع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين. دعونا من الجدل العقيم بشأن فصل الدين عن السياسة، لنركز على منع جميع الانتهاكات الناتجة عن المزج بينهما. بنود بسيطة مصممة لمنع الاستخدام السياسي للدين في انتهاك المواطنة المتساوية وفي التمييز في الحقوق والواجبات. ينبغي أيضا حظر الإقصاء الديني في الأحزاب السياسية وأي تقييد لحرية الاعتقاد والعبادة. هذه البنود البسيطة يمكن أن تنطبق على مئات الانتهاكات دون أن تصطدم مع معتقدات الشعوب الراسخة، وهي يمكن أن تحقق نتائج أفضل بكثير من مواجهة التطرف بالتطرف. لا يمكن لأي حكومة مسؤولة أن ترفض هذه القواعد البديهية العادلة. حتى الأطراف المتهمة بالانتهاكات لن تجد عذرا لرفضها، وسيمكن بسهولة تأمين إجماع دولي مثلما حدث مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتصبح إحدى المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة. بي بيور انترناشنال ستؤسس أيضا مرصدا عالميا للكشف عن حالات استخدام الدين التي تنتهك الحقوق المتساوية للجميع. نرجو زيارة bpure.org لدعم هذه المبادرة.